عسلامة مرحبا بكم تول موند في الفيديو الجديد نتاع اليوم انا باش نحكي لكم فيه كيفاش تقرا في امريكا كيفاش تعمل ابليكاسيون وتعمل فيزا وتجي لامريكا وتقرا وكل شيء حاسيلو شنو نقول لكم لي ستاب الكل ونعطيكم all the information I know and whatever I can do باش نعاونكم باش تنجم تجي تقرا في امريكا نورمالمون لازم تكون واخذ الباك وتحب تكمل تقرا هكا اللي تحب معناتها عندك طموح باش تقرا وتعمل ديجري واول حاجه لازم تختارها شنو هي الحاجه اللي انت تحب تقراها شنو هي الحاجه اللي انت تموت عليها شنو هي الحاجه اللي تحب معناتها تتعمق فيها وتعرف اكثر انفورماسيون عليها وثما باش باش الحاجه تنجم تقراهم نجم تكون طبيب نجم تكون طباخ مهندس بروفيسور ممثل ثم كل شيء سو انت لازمك تقعد تقول شنو انا نحب نولي بعد ما تختار شنو تحب تقرا اليا بوكو بوكو دونيفرسيتي معناتها في امريكا ثم برشا كولجز اند يونيفرسيتيز سو لازمك انت تختار مين تحب تقرا امريكا فيها برشا ولايات معناتها لازم تختار there is the east coast there is the west coast ثم لوس انجلوس سان فرانسيسكو نيويورك واشنطن فلوريدا معناتها ثم برشا بلايص سو تختار وين نحب نسكن انا وعلاش نحب نسكن غادي انا مثلا اخترت باش نسكن في كاليفورنيا على خاطر عندي خواتي يقراو ديجا في ساكرامينتو سو اوتوماتيكمون قلت خلينا نمشي نقرا في ساكرامينتو على خاطر خواتي اللي هنا اون بلوس كاليفورنيا فيها طقس ياسر تحفون ذاتس I think the reason at that time علاش انا جيت لكاليفورنيا and long beach على خاطر عندهم الديجري اللي انا حبيت نقراها وبعد I fell in love with the city so شنو هي الحاجه اللي تجبك البلاصه هذيك وبربي هذه نقول نصيحه ما تمشيش لامريكا باش تقول مشيت لامريكا امشي لغادي على خاطر عندك طموح باش تعمل حاجة لروحك باش تنجح لروحك باش تقرا لروحك هي ما تمشيش غاديك باش شنو يقول عليك العباد That's in itself is failure تويك اخترتو المينجر شنو تقراو اخترتو وين تحبو تقراو ونجيو للستيب اللي بعده اللي هو تختار الكوليج ولا يونيفرسيتي انا ننصحكم باش تختاروا كوليج ثم زوز حاجات في امريكا حاجه اسمها كوليج واللي هو تقرا فيها عامين واللي كور اللي قريتهم في الكورش الكل تزم معاك وترانسفير للونيفرسيتي لي كور اللي تقراهم في الكوليج يهزوهم للونيفرسيتي كول ترانسفير اما الكوليج ارخص برشا من اليونيفرسيتي وما عندهمش ديجريز ما يعطيوكش الشهاده في الكوليج اما عندهم لي كور اللي تنجم تقراهم في اليونيفرسيتي اما جوست ارخص انا عملت عامين في الكوميونيتي كوليج ومن بعد عملت ترانسفير هزيت اليونيتس نتاعي الكل وهزيتهم لليونيفرسيتي قريت عامين ونص وخديت ماي ديجري جوست في اليونيفرسيتي عطيتك الديجري سو انا اللي ننصحكم بيه تعملوه كان تحبوا ارخص بيان سور اختاروا كوليج تو يير كوليج واقراوا فيها سو امشيو سور انترنت امشيو للسيت اقراوا على الانترناشونال ستودنتس اوكي شنو الريكويرمنتس نتاع الانترناشونال ستودنتس شنو يحبوك تعطيهم باش يدخلوك في البروغرام وفي الكوليج وباش يعطيوك حاجه اسمها I-20 اوكي I-20 هاش نحكي لكم عليها ياسر سهل انك تعمل كونتاكت مع كوليج ولا اليونيفرسيتي تاخذ الايميل ادرس and you write to them قول لهم مع السلامه انا اسمي مثلا انا اسمي اونس ونحب نقرا انجينيرينج ونحب نعمل 2 year community college وانا international student مثلا انا من سويد ولا انت من تونس تقول لها انت من وين قولها شنو لازمني نعمل باش ندخل في الكوليج وباش تعطيوني الاي 20 الاي 20 هذه باش تستعملوها باش تعملوا الفيزا وباش تدخلوا بها لامريكا كانه معناتها حاجه توري انت تقرا في امريكا وعندها حاجه اسمها سيرفيس يجاوبوك نورمالمون تعمل اونلاين ابلكيشن يعطيو فيه كوليج اي دي ولا اي دي ولا حاجه باش تدخل سور لو سيت نتاع الكوليج وريجستر فور يور سيلف لازمك كي تعمل اونلاين ابلكيشن فور ذا كوليج باش تخلص ان اماونت يظهر لي 50 ولا 100 ولا 150 دولار Ça dépend شنو هي الكوليج ولا الانيفرسيتي اللي انت تمشي لها. Every university or college has different fees. So just keep that in mind. ونورمالمون يطلبوا منك هاي سكول ديبلوما معناتها الباك نتاعك يقول لك فسر لنا الدبلوما نتاع الليسي نتاعك باللونجلي كوبي نتاع الباسبورت حاجه لازم مهمه زاده انه انت عندك الفلوس باش نجم تقرا غاديكا سو يقولوا لك ابعثوا لنا ستيتمنت ورينا اللي انت عندك في الكونت نتاعك ذا اماونت اوف ماني اللي انت لازمك باش تقرا لهنا مثلا في كاليفورنيا في الكوليج اي ثينك لازم يكون عندك ام نوت شور يظل 80 مليون هكاك 25 yeah, maybe 80 مليون وذكروا انه الدولار راهو 3 مرات اكثر من دينار التونسي تويكا سو اغلى برشا من اللي في تدخين قبل yeah, توري في الكونت اللي انت عندك الفلوس على خاطر هما بتدخ اهم حاجه عندهم الفلوس راهو يحبوا يوريو اللي انت تنجم تقرا غادي تنجم تخلصهم يحبوا يخلصوا
tuition هو قداش تخلص القراية متاعك يجب يكون عندك tuition expenses for living مثلا اشتكري الماكلة الكتب also health insurance assurance هذوما الكل لازم توري انت تنجم تخلصهم هذوما من الحاجات اللي يطلبوهم منك ويمكن يطلبوا منك اكثر حاجات تصدقوا ثم الكوليجز اللي يطلبوا منك التوفل تيست تمشي تعمل توفل تيست اذا تبعثها لهم حسنا ذا برشا حاجات يطلبوهم منكم make sure اللي انتم تبعثوهم يكون عندك دي كونتاكت مع الكوليج وكل شيء حاجة اخرى لازم تشريها اسمها سيفيس كانت وقت اللي انا نقري دولي 200 ولا 250 دولار تو ما عندهمش برشا من اللي ردوها 300 و 350 دولار سيرفيس هذا النمرو نتاع الاي 20 نتاعك مكتوب كيما نمرو دونتيتي دي ايدنتيفاي يو ذا سيرفيس نمبر يعرفوا انت شكون والانفورماسيون نتاعك الكل كي انت اتيديون يحطوها على الاي 20 ويخرجوا لك الاي 20 مكتوب شنو واش تقرا الانيفرسيتي سيرفيس نمبر مكتوب الكوليدج ولا اليونيفرسيتي قداش من عام الديجري ويصحح اليونيفرسيتي ولا الكوليدج يصححها لك ويبعثوها لك كي يبعثوها لك لازمك الاوريجينال على خاطر هذه باش تستعملها باش تاخذ فيزا So, انت be very careful كنت تسكن في تونس راهو ياسر سهل انه تضيع لك الاي 20 صارت لي معناتها تضيع لك البوستة من اي بلاصة So, make sure اللي انت تستعمل DHL على خاطر هذوما اولا سريعين على الاخر ثانيا يجيوك للدار معناتها يسلموها لك و make sure you actually get it نجم يكون عندك tracking تعرف وين الباكج نتاعك وتعرف حاصيله وقتاش توصل والانفورماسيون نتاعك الكل لازمك تصححها قبل ما تمشيها للامباسي وانا ديما نعمل copies of my اي 20 باش يكون عندي معناتها ديما اكسترا هذوما حاجات تعلمتهم واحد لازم يكون منظم على الاخر على الاخر تمشي اليو اس امباسي تكتب يو اس امباسي تونسيا ومن بعد تعمل ابلكيشن فور نون ايميجرانت فيزا على خاطر انت اتوديون اسمها اف 1 فيزا هذيا الفيزا نتاع الاستوديو اسمها اف 1 فيزا تختار اف 1 فيزا تعمل there is something called I think DS 160 يظهر لي هكا حاسيلو تعمل الابلكيشن اسمك ولقبك وشنو تقرا كل شيء حاسيلو كل شيء يسالوه لك وبعد ما تعمل الابليكاسيون هذيا there is an application number تمشي تخلص فلوس في البوستة باش تعمل appointment باش تعمل رونديفو في الامريكان امباسي باش يعطيوك الفيزا تمشي في البوست التونيزي تخلص ال 200 وقدش دولار مناش قدش هم حاسيلو وقت اللي انا عملتها عندي برشا يمكن 5 سنين وقتها خلصت 270 دولار بعد زادت كل شيء يزيدو ريسو هذيك النمرو ريسو تمشي اونلاين وتعمل appointment تعمل وقت اللي تمشي في اليو اس امباسي باش تعمل application ما تنسيوش كيف تهزوا الابليكاسيون وتعملوا التايم اللي في اليو اس امباسي ثم برشا اوراق اسمك تهزهم معاك منهم بيان سور الاي 20 اللي انت خلصت السيرفيس معناتها ريسوم السيرفيس في بيمنت كوبي من الباسبور نتاعك والباسبور بيان سور تصاور وتصاور نتاع امريكا ديفيرون كي تمشي للمصور قول له نتاع يو اس امباسي بيان سور اللي انت عندك فلوس معناتها بانك ستيتمنت اكسبتنس ليتر من يونيفرسيتي يقولوا قداش انت اشتقرا شنو اشتقرا كل شيء واذا ثم حاجه اخرى مكتوب في السيت شنو واش تهز معاك في تدخل ما نتذكرهمش الكل وزاد الرسو اللي انت خلصت البوست اي ورقه تعملها حط فولدر ننصحك على الاخر وحط فيه الاوراق نتاعك الكل على خاطر هذوما الكل ياسر ياسر مهمين اي ورقه تعملها حتى ريسو خلص بحاجه خليه غاديك خلي سيف everything you have it's very very important زادا امبورطون يكون عندك ادريس في امريكا وين انت تمشي يمكن حتى اوتيل فهمت اعمل ادريس قول انا من الاول نسكن لهنا باش يعرفوا انت وين تمشي كنت تعرف حد خذ الادريس نتاع العبد اللي تقعد بحذي ولا اسال اليونيفرسيتي ميبي عندهم اون كامبس هاوزينغ تنجم تسكن في الكامبس اسالهم حاسيلو يعطيوك كل شيء اللي حاجتك بيه كي تمشي ليو اس امباسي من الاول باش توريهم الاي دي واش تدخل سكيورتي تدخل عليك ماشي في المطار هما يوريك كل شيء شنو تعمل اتس فيري ايزي ومن بعدك تمشي البيت تقعد تستنى وكي يجي النمرو نتاعك تمشي او يعملك انترفيو يسالوك انت شو اسمك شنو واش تقرا وعلاش تمشي لامريكا اش تخدم بعد ما تقعد غادي سي تري امبورطون توريهم اللي انت ماشي غادي باش تقرا باش تتعلم ماكش تمشي غادي كاش تحرق رد بالك نعم توريهم انت علاش ماشي غادي تحكي لهم وينش تقرا وينش تخدم شنو اش تعمل اي حاجه يسالوها لك لازمك تجاوب عليها جاوب جوست على اللي يسالوك ما تبداش تنظم في المعنى نورمالمون معناتها فاسيلمون يعطيوك الفيزا اللي حاجتك بها هما نتصور اهم حاجه الفلوس واللي انت تقرا في اليونيفرسيتي واش تقعد غاديك بالحق تقرا ماكش تمشي جوست سيمستر ومن بعديك اش تقعد تخدم ولا لا اعلم شنو باش تعمل لازمك توري جوست اش تقرا فهمت قدرة ربي معناتها يعطيوك الفيزا ويقولوا لك ارجع نهارين اخرين هز الباسبور نتاعك ويعطيوك هكا ريسو علاش تجيب بها الباسبور وتخلي لهم الباسبور حاسيلو وبعد كي ترجع بعد نهارين هكاك يعطيوك الفيزا
قدرت ربي بعد يعطيوك الفيزا تروح للدار فرحان شيخ ولي باش لامريكا It's a great feeling اشري تذكرتك متاع الطيارة ما تنساش الاي 20 متاعك لازم يكون عندك health insurance تشري assurance تصيرلكش حاجة لا قدر الله لازم ديما يكون عندك assurance وهذه requirement زينا ما انك تكون student إذا ما عطاوكش الفيزا أنا ريت عبيد they get refused from getting visa أنا ما صارت ليش بيرسونال ما صارت لعبيد أخرين اللي ريت هما قالوا bank statements مثلا ما وراوش اللي عندهم باش فلوس ولا البنك statements ما كانوش بالإقداء ولا مثلا اش تقول اش تعمل long ولونج عام ولا نص عام هكا يقولوا لك اش بيك اش تعمل long برك وري قال لي انت تقرا ديجري كامل يعاونك اكثر ماي فريند معناتها شي واز ريفيوز من الاول على خاطر تمشي تقرا لونج مشيت وعملت التوفل وعملت ري ابلاي فور فيزا وريت اللي هي تقرا ديجري كامل اللي خاطوها الفيزا معناتها انهم يقولوا لك لا مش معناتها طيح الامل لو عشت شي نو جاست وري قال لي انت بالحق ماشي غادي باش تقرا باش تحقق طموحك تعمل حاجه باهية ذاتس ذا اونلي ثينج ذي وان تو سي اند ذاتس بريتي ماتش ات توصل لامريكا بقدرة ربي كيش تدخل في الكاستمز كيش يعملك انترفيو باش تدخل هذي يعملوها الناس الكل باش تدخلوا غاديكا كيش تدخل تدخل بالفيزا نتاعك تاع باسبور وبالاي 20 ويسالوك وين تسكن شنو باش تعمل كل شيء حاجه تيسير سامبل يصوروا لك وجهك ثم كاميرا وتحط البصمات نتاع ايديك وتدخل يونايتد ستيتس اوف امريكا ان شاء الله يكون فعكم ومفيد الفيديو هذايا I wish you all the luck go for your dream alright don't forget to like subscribe and comment and thank you guys for watching